السلام عليكم مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس بخير. ايوا كنتمنى تكونوا على خير وبخير ونهاركم مبروك ان شاء الله. ايوا كي دايرين؟ مزيانين هانيين الصحيحه بخير الحمد لله والشكر لله. ايوا اليوم غنشارك معكم الحوتات اللي غسلت البارح، نشارك مع خواتاتي المتابعين ديالي الزوينات اللي خطيكم عليا، وشكرا على الكومونتيرات اللي كتكتبوا لي، الله يسهل عليكم وكتشجعوني. ودابا نقطع هذا الحامض، هاد الحوتات غندير لهم الحامض مزيان باش يجيو رائعين تبارك الله، كيجيو غزالين. كديري مع خدمتكم، كديركم كديرين مع نهاركم، كي كدوزتو نهار مزيان الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. نقطع هاد الحامضة بحال هكا دريرجات، هانتينا دابا قطعت هاد الحامض بحال هكا، هانتينا أنا عندي التومة وعندي الربيع، غادي نطحنو، ندير شوية د الملحة، عندي هاد السردات هاد التونينة كيبغيو الملحة، علاش؟ حيت هاد اللحم ديالهم شوية فتية. دابا غادي نطحن هاد الربيع ونرجع مع خوتي. هانتينا دابا غادي نفلم الشرموله ديالهم، دابا هانتي عندي الربيع مطحون، ندير شويه ديال الكمون، ندير شويه ديال الزعتر، ها هو الزعتر كيغزال كيجي في هاد الحوت هذا. شويه ديال القزبر يابس، شويه ونتمنى خوتي يعجبكم هاد الفيديو، معكم واحد الجيم هذا شويه ديال التحميره، هذا شويه وغادي ندير شويه د الحره، الحره مزيان الحوت يجي حار. نتناسل شويه ديال الحامض، ندير واحد شويه ديال الزيت شويه باش تخلط هاد العطريه، تندخل فيها هاد الشرموله بحال هكا، فيها العطريه بحال هكا باش هاد القزبر مع التومه، هاكي يجي غزال مشوي في المجمره، انا كنت غنشويه، الا عاوز قلت غادي ندير من هنايا هكا،
ديرها في الفران بحال بحال. قالو القرع فين ضربتيه يسيل الدم كيما درتيه الا مغاديين تاكلو. هادشي اللي عطا الله. وقلت ندير معكم هذا الفيديو قصير، وتابعوني اخوتي تابعوني الله يسهل عليكم، تابعوني اخواتاتي. هانتي انا غادير معاك هنايا ندخل في الماء العطريه والحار. انتو الحامض غادي تسفو بحال هكا باش يشرب ديك الحامض، يجي زوين الحامض. هانتي غندير بحال هكا ونطيبها في الفران وغنشارك مع خواتاتي المتابعين ديالي زوينات. الله يخطيكم عليا، وكنشكر المتابعين ديالي داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكركم بزاف. هانتي كيفاش كيجيو شرب مليح على حقهم وطريقهم. تبارك الله ما شاء الله. هذه العطرية نخليه غير شي شويه وغادي نديرهم في الفران يشربوا لي شويه بالعطريه. خلي ديك العطريه والحامض باش يجيو زوينين. هانتينا هاد الحباق كيجي زوين هنايا، شفت واحد النويميسات كيديرو لي هنايا في الكوزينه، ايوا درت مع هاد الحباق سبحان الله العظيم. الا تقول غير كنا كنت غير كنكذب، وقعت حتى شي ناموسة كدور والله العظيم. وانا كان عندي برا ودخلتو الناموس تقول غير طار والله العظيم. ايوا واش ندير دابا، نغسلو هاد القشيعات. وي هنا هادشي اللي كنطيلو عليه، ها يدانا في الماء كاع، مكنحيدو يدانا من الماء، ها دابا مكنحيدو يدانا من الماء. هادي خام مسح هادي. ايوا واش غدير لا كوزا المعينات شويه حيدو عليا من الطريق. ايوا نمشي في الوضع الطيب ان شاء الله، نشارك مع خوتي ونتمنى من الله تعجبكم. انا ما غنديرها لا مع خضره لا والو، على حسب الخضره ما كيبغوش ياكلوها. غنديرها غير قد تفسد لي، اللهم نطيب غير هكا وصافي. بارك عليك الله يجعل بركه، الله يقوي الخير. الله
ديما نعمه ويحفظها ربي من الزاول يا ربي. جينا خوتي تابعوني الله يسهل عليكم، تابعوني الله يوقف معاكم. هانتيني انا كنغسل هاد القشيعات، ايوا شارك معاكم داكشي اللي كندير، نشاركو معاكم وتا واحد ما هاني من القشوع، تا واحد كلشي كيقيم محمق راسو مع القشوع. سبحان الله العظيم كاين واحد من النوع، كاين واحد واحد والله ما كيحمل يخسر القشور، والله خسر القشور خليك تقول له تما هذا هذا هو المرافق ديالي انا. ضحكوا عليا، هذا انا ما ديتش قهيوه فيه، ما نقيل ما نقيلش على خير وبخير، ضروري ترمو بالقهوه في الصباح كديه معايا. والله كنقول ما ندي قهيوه معايا مضطر ولا نمشي نشريها من القهوه وعاد زايده الثمن. القهوة ديالي معايا وفطوري معايا، إيوا كنا تشري قهوة من القهوة زيدان، مشيت تشري أي حاجة ترا في المدينة. قبلوا عليا خوتي، قبلوا عليا قبلوا عليا قبلوا على 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 اللي واجد على اللي كنشارك معاكم، الشيء اللي كنشاركو معاكم قبلوا عليا. عندي نفس اليوم في الصباح نط مع الفجر، صليت الله يقبل وغسلتهم وعاد مشيت، يعني دابا عاوتاني تجمعوا ديال الغدا. ايوا الحويطه كنشربوا الشرموله والثومه والحامض والصحتر باش يجيونا بنيانين. ايوا ها الثومه احنا خصناها، شكرا اخوتي على المتابعه ديالكم، الله يسهل عليكم. دابا ان شاء الله الفران غادي نديرهم يطيبوا، وملي يطيبوا نشاركو معكم ان شاء الله، نوريكم الحويطه ديالي كيفاش جاو. ايوا نتمنى تعطيوني عليهم واحد
واحد البصيمه الله يسهل عليكم، واحد كومونتير زوين بحالكم. وهانتوما نديرو في الفران يطيبو، هانتوما تبارك الله شهيتكم فيهم. دابا نحشيو في الفران يطيبو وغنشاركهم معكم. الحب ديالي طاب اخوتي، شوفوا كيفاش جا. عرفتي على بنه جات فيه المذاق د الحامض؟ عرفتي جات واحد البنه، نشكر شي نشكر لكم شي زعما زهر تبارك الله جفن. وإلا جات عندي بركة النبي، باش محمرة تبارك الله. هانتوما شوفوا كي جات، شوفوا يا لالا طيب جغزال. الشرموله دخلت فيه، اصبر دابا عصر غير حامض وكل. بغيتي تاكلو هكا بغيتي تاكلو بالخبز، المهم رجاء ما بلا ما نشكركم راسي. يلا ردوا عليا في الكومونتير. ايوا هذا هو الفيديو ديالي اللي شاركت معكم اليوم، نتمنى يعجبكم وديروا لي معكم واحد الجيم وكومونتير زوين، شجعوني ما يسهل عليكم. مشاهده راه طايحه، ويوقف معكم، طلعوا لنا شويه المشاهده وجيمات، هادشي اللي كنتمنى منكم. الحويمة الدار وذي الحامض ايوا. خليتكم على خير ومع فيديو جديد ان شاء الله. الله بالله، يلا مع السلامه.